إنه شاب عربي فرك مدفنة لوالده قبل دفنه، ففوجئ بمصباح علاء الدين، صوت ارتطام يفتح خزائن من الذهب والمال. فماذا وجد تحت التراب؟ وهل يمكن أن تهدينا أرواح الراحلين خزائن من الذهب والمال؟ وكيف كان رد فعل ذلك الشاب حينما وجد تحت الرمال هذه المفاجأة التي ما خطرت يوما على باله؟ أراد ذلك الشاب العربي أن يدفن والده بعد أقصى أزمة حلت في المنزل، وأثناء محاولة إتمام مراسم الدفن خيمت أجواء الحزن على العائلة. كانت حجرة الوالد في المنزل بالنسبة لهذه العائلة البسيطة مصدر الخير والبركة. العائلة تمر على الوالد صباحاً ومساءً، هذا يطلب من الوالد الدعاء، وهذا يطلب المشورة منه، وذلك يطلب المساعدة. الوالد الراحل كان دائماً يردد للأبناء دعوات بالستر والخير وعدم الحاجة إلى أحد من بعده. عاهد جميع أبنائه على الأمانة وأن يكتفوا بالكفاف دون أن يفكر أحد منهم في الحصول على شيء ليس له من دون وجه حق. حينما دقت ساعة الرحيل، كانت هذه العائلة التونسية في حيرة من أمرها، لا يدري أي منهم ماذا يفعل. تمالك الابن نفسه وبدأ الإشراف على مراسم الدفن، إلى أن وصل إلى مدفنة العائلة لتهيئتها لدفن الوالد بعد الوداع الأخير. وصل الشاب سريعا إلى منطقة عين بومرة من معتمدية الإسبيخة التابعة لولاية القيروان التونسية. اثنان من أصدقاء الشاب كان معه لمساعدته في عملية الدفن ولتقديم الدعم النفسي له بعد رحيل أعز إنسان عليه. موقع المدفنة الخاصة بالعائلة في مكان عجيب، هي بالفعل منطقة تاريخية مدرجة على خارطة مواقع الكنوز التونسية المحتملة، وهي المناطق المعروفة بأهميتها التاريخية على الرغم من عدم تكثيف عمليات التنقيب فيها. وبشهادات الأهالي تم العثور على قطع أثرية وكنوز نادرة فيها. سكان منطقة عين بومرة في المنطقة المسمى معتمدية الإسبيخة لا يهون الحديث كثيراً إلى وسائل الإعلام أو تصوير مناطق الكنوز المحتملة. لا يفضل أحد أن يكون طرفاً في مساءلة مطولة أمام جهات التحقيق داخل البلاد، ويهوى البعض أن يستعين بأشخاص ذوي خبرة في بيع القطع الذهبية النادرة التي يتم العثور عليها بالصدفة البحتة. جميع هذه المعلومات غابت عن الشاب التونسي أثناء توجهه إلى دفن الوالد برفقة صديقيه، لكنه بدأ تنظيف المدفنة جيداً وإزاحة التراب منها لتكون مهيئة تماماً. وفجأة لمست يداه أجساماً صلبة أسفل التراب. اعتقد الشاب أن هذه الأجسام الصلبة ستكون في أغلب الأحوال صخوراً أو حجارة قديمة تدخل في بناء المدفنة، لكنها لم تكن كذلك. فماذا وجد الشاب إذن؟ نادى الشاب صديقيه وطلب منهما النزول معه سريعا إلى قاع المدفنة للتعرف على الأجسام التي تصدر رنينا لمجرد الارتطام بها. أسرع الصديقان إليه خشية أن يكون قد تعرض لمكروه، وأخيرا فوجئوا بأن تلك القطعة التي ارتطمت بأدوات تنظيف المدفنة هي قطع أثرية نادرة تخرج من كنز لا يقدر بالملايين. الكنز يحوي قطعا ذهبية وتمثالين يعودان للعصر الروماني. وهنا تذكر الشاب نصيحة والده قبل دفنه، فقرر تسليمها إلى السلطات، لكن القانون التونسي يعطي الحق لمكتشف الكنوز بالحصول على خمس قيمته حال تسليمه بشكل قانوني.